الأخ أبو إبراهيم بارك الله فيه من عجمان سأل يقول بالنسبة لصيام 6 من شوال هل يشترط تبييت النية من الليل؟ أخوي الفاضل أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للصيام ترتيبه كالتالي، يعني بالنسبة لصوم الفرض كل صوم واجب يجب تبييت النية من الليل، صوم الواجب صوم رمضان، صوم القضاء صوم قضاء رمضان، وهذا يخطئ في كثير من الناس لا ما يبيتون النية من الليل، صوم النذر صوم الكفارات هذا كله لابد من تبييت النية من الليل. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أن كل صوم واجب فيجب تبييت النية قبل أذان الفجر، هذا الأمر الأول. المسألة الثانية عندنا النفل المطلق، النفل المطلق صوم النفل المطلق هل يشترط نية من الليل؟ قولان، الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط النية من الليل، وإنما يجوز أن يبتدئ الإنسان الصيام من النهار بالنسبة للنفل المطلق، صوم النفل المطلق، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أصبح يسأل أهله هل عندكم شيء، فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال إني صائم أو أصبحت اليوم صائم أو إني صائم، فيجوز ابتداء النية من النهار. يبقى عندنا صوم النفل المقيد، صوم النفل المقيد يعني مثل صيام 6 من شوال مثلا، هذا محل خلاف عند أهل العلم، هل يشترط تبييت النية من الليل أم لا يشترط؟ قولان أيضا لأهل العلم، أهل العلم من ذهب إلى أنه يشترط لمن أراد أن يصوم 6 من شوال أن ينوي من الليل، لأنه نفل مقيد في هذا الشهر، وكذلك كل نفل مقيد قالوا لابد من النية من الليل. قول الثاني وهو الراجح أنه لا يشترط، على القاعدة أن كل صوم نفل لا يشترط تبييت النية من الليل سواء كان مقيدا أو كان مطلقا، والله أعلم.